بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 162. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإقرار بما جاء به: يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، ولا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه. قد قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لا يحتاج إلى تقريره هنا، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به من القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان إلا يوم الدين، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومما جاء به الرسول إخباره بأنه تعالى قد أكمل الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الذكر إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزل الله إليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها. والأمة تشهد له بأنه قد بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل إليه من ربه، قد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين، وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله تعالى من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قد قام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلمه للبقرة 8 سنوات، وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة، وهذا معلوم من وجوه: أحدها أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا أو الحساب أنه من قرأ كتابا أو قرأ الحساب والنحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي؟ فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد حظهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حظ الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمهما ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.